نيويورك تنضم إلينا مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك معنا أستاذة راغدة. قبل أن نبدأ دعينا نستمع لما قاله ترامب في بنسلفانيا. This will be one of the truly big events of the in the history of our country. So why don't we have Pennsylvania be there for that? That'd be beautiful. But 4 years, think of it, 4 years, and now it's tomorrow. We win Pennsylvania, as I said. We win Pennsylvania. We win the whole bag of wax. We can have another. مثل ما استمعنا سيدة راغدة، يعني ترامب يراهن على بنسلفانيا، هل ستذهب أصوات هذه الولاية له؟ ولماذا؟ على ماذا يراهن؟ الصراحة أنا لا أعرف، لن أتوقع اجتهادا مني. بالتأكيد هناك الجمهوريون يقولون إن الولاية لهم، والديمقراطيون يقولون إنها لهم. لن أدخل في يعني رهان من هذا النوع، صراحة لا أعرف. طيب سيدة راغدة، فعليا هذه الانتخابات مهمة وحاسمة، فيها انقسام كبير جدا، فيها استقطاب سياسي عالي. استمعنا منذ قليل لاستطلاعات الرأي التي تتخوف من نشوب صراعات داخلية أو حتى أعمال عنف بعد إعلان النتيجة. هل ترين أن هذه المخاوف حقيقية وواقعية؟ الاستطلاعات والآراء بالتأكيد ليست حاسمة، لأن هذه الاستطلاعات أحيانا تخطئ. أنا أذكر تماما عندما كانت الاستطلاعات تقول إن هيلاري كلينتون كانت يعني متأكدة من حصولها على البيت الأبيض، وثم أتت مفاجأة ترامب. لا، في الواقع كذلك في موضوع التوقعات بأن يكون هناك مثلا عنف في الولايات المتحدة بسبب نتيجة الانتخابات، لننتظر. ولكن سيدة راغدة، نحن نحاول أن يعني نحلل يعني التصريحات، الأرقام، ما حصل سابقا، أحداث الكابيتل، يعني هل ترين مؤشرات على ذلك؟ لا أرى مؤشرات على ذلك، لأن نتيجة الانتخابات اليوم إذا كانت هناك من نتيجة ستعطينا فكرة عما سيحصل. أنا لا أريد أن أتنبأ باندلاع العنف في الولايات المتحدة بسبب الانتخابات. أتوقع أن تكون هناك يكون هناك توجه أكثر رؤيوية في الولايات المتحدة الأمريكية. لا أرى أن الأمن سينفلت. أعتقد أن علينا أن ننتظر بكل هدوء، أن لا نؤجج التوقعات بتكرار لما حدث في 6 يناير. وأعتقد أن هناك مؤشرات بأن ما زال هناك وعي لدى الناخب الأمريكي ولدى الرأي العام الأمريكي بأنه لن يقع في حرب أهلية حتى إزاء الانقسامات الحقيقية في التوجهات. وهذه الانقسامات حول أي أمريكا يريد هذا الناخب، أي أمريكا يقدم هذا المرشح أو تلك المرشحة. بالتأكيد الشخصية مهمة، شخصية الرئيس في البيت الأبيض فائقة الأهمية، لأن عملية اتخاذ القرارات مهمة للعالم وليس فقط للولايات المتحدة. ولكن سيدة راغدة، أي أمريكا يريد الأمريكي، يعني أي شكل؟ هل استطاع المرشحان أن يقدما صورة واضحة عن المستقبل؟ لأنه هناك تحليلات تذهب إلى أنه، وحتى التصريحات تقول بأنه حملتي المرشحين كانت تتجه إلى الشخصنة والاتهامات أكثر من البرنامج الانتخابي. لم نجد يعني برنامجا اقتصاديا واضحا لكلا المرشحين، أيضا في موضوع الهجرة وما إلى ذلك، فقط ترامب هو الواضح في موضوع الهجرة تحديدا. أعتقد أن كل منهما قدم ما لديه من رؤية لما هي أمريكا التي سيقودها، وهذا كان واضحا. التهم التي تبادلانها هذا شيء عادي في الانتخابات الأمريكية، لطالما المرشحون توجهوا بعبارات ناوية ضد بعضهم البعض، وهذا يعني فعلا ما يحدث في هذه الانتخابات الأمريكية. إنما أعتقد أن الناخب الأمريكي ما يريده
قد قرر يعني مثلا الجمهوري قرر ما يريد والديمقراطي قد قرر من يريد. ولذلك نتحدث عن الولايات المتأرجحة المستقلون الذين يعني يتأثرون بالمواقف وبالشخصية وبالمعرفة من هو هذا الشخص الذي هو أمامهم. لذلك مثلا تدخل مسألة ليس فقط غزة ولبنان واليمن من وجهة نظرنا، هذه الشؤون الخارجية دخلت كعنصر في المعادلة الانتخابية في ولاية ميشيغان مثلا. ليس فقط الموضوع لبنان وغزة، إنما أيضا اليمنيون هناك لهم مواقف مهمة، لكن أيضا هناك جاليات أخرى، فنزويلا، الجالية الفنزويلية في فلوريدا، الفيتنامية في ولاية أخرى. فهناك طبعا الجاليات التي أتت إلى الولايات المتحدة لها أولوياتها، ومن هنا يدخل العنصر للسياسة الخارجية، لكنه في ليس في المقدمة. في المقدمة الاقتصاد كما يتحدث الكل، واضح هذا شيء بديهي. الأمريكي يهمه ماذا يأتي إليه هذا الرئيس، بماذا، أي حياة، ما هي الضرائب، ما هو مستوى المعيشة، ما هي الفائدة التي ستمكن من شراء بيت أو لا. وموضوع الهجرة هو فعلا موضوع مهم، لأنه موضوع هوية بالنسبة للناخب الأمريكي. هو لا يريد أن يتدفق المهاجرون غير الشرعيين، لأنه يخشى أن يحلوا مكانه في الوظائف، في التهرب من دفع الضرائب. ولذلك نرى أن هذا الموضوع فائق الأهمية. سيدة رغيدة، ترامب شدد مرارا وحذر من أنه هذه الانتخابات إذا لم يحصل فيها تزوير، فأنا سيكون من سيربحها وسأعود إلى البيت الأبيض. عادي، هذا أمر طبيعي، لأنه يحشد جمهوره ويستقطب المترددين الذين لم يتخذوا قراراتهم بعد. من طبيعة الحال أن يقول أي من المرشحين أنا فائز، أنا قادر، أنا عشدت الأصوات، كل ما أحتاجه هو صوتك وصوتك فقط. فهذا أمر بديهي. إنما يعني فعلا الولايات المتأرجحة فعلا ستقرر، يعني فعلا لنقل التالي، كانت المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس تعتقد يعني تحاول أن تقنع الناخب الأمريكي بأن يتوجه إلى صناديق الاقتراع لتكون الفارق كبير بينها وبين ترامب. لماذا؟ حتى يعني يبدو أنها هي الظاهرة وليس هو الظاهرة المميزة. هذا لم يحصل، إذن هناك يعني إخفاق في صفوف الديمقراطيين، لأنهم لم يتمكنوا من حشد الصوت المعادي لدونالد ترامب بالطريقة وبالنسبة التي أرادوها. في الوقت ذاته ترامب يخوف من ما يسميه باليسارية الراديكالية التي ستأتي به هاريس إلى البيت الأبيض، ولذلك يلعب على وتر الخوف من ماذا ستأتي به هاريس. طبعا ويتوجه إليها طبعا بكلام يعني بوصفها بأنها ليست ذكية وبأوصاف أخرى، وهي تقول عنه أنه أيضا فقد القدرة على التركيز. فهذه في اللحظات الأخيرة الأمس كانت محاولات عاطفية، عاطفة الناخب وليس فقط توجهاته وراء الرؤية. لا، سنة الرؤية مهمة، إنما الشخصية أيضا مهمة. شكرا جزيلا لك، الناخب الأمريكي إلى الاقتراع. شكرا جزيلا لك من نيويورك، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام.